السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد قناة بيت باج. هنتكلم النهاردة عن كلب من وجهة نظري ومن وجهة نظر ناس كتيرة جدا من مربين الكلاب، إذا ما كانش تقريبا 90% منهم، إن هو يعتبر من أفضل وأشهر فصائل الكلاب على الإطلاق. ممكن قبل ما نتكلم عنه ياريت اللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس ويعمل شير للفيديو. هنتكلم النهاردة عن الجيرمان شيبرد او الراعي الالماني. كلنا عارفين ان الكلب الجيرمان شيبرد يعتبر ان هو من اشهر الكلاب واعرق السلالات اللي موجودة. طبعا احنا الفيديو هنتكلم فيه بسرعة كده عن الجيرمان شيبرد، لكن احنا لو فتحنا في الكلام عن الكلب ده مش هنبطل كلام من جماله ومواصفاته وصفاته وطباعه ومزاياه ومميزاته وعيوبه اللي هي تقريبا مش موجودة. الجيرمان شيبرد، تعال نتكلم الاول عن مواصفاته. شعر الجيرمان شيبرد في منه الشورت هير اللي هو الشعر القصير، والميديوم هير اللي هو شعرته متوسطة، واللونج هير اللي هو الشعرية الطويلة. طول الشعر او قصره او ده مش هيقلل ابدا من نقاء الكلب اللي عندك، يعني ده ما هوش دليل ابدا على ان الكلب ده بيور او لا، لان هو في منه التلات اشكال دول. الطول من 60 لـ65 سنتي، والنتاية من 55 إلى 60 سنتي. الوزن المثالي للجيرمان شيبرد ما بين 30 و40 كيلو جرام سواء في الذكر أو في النتاية، ممكن يزيد شوية ممكن يقل شوية. في منه ألوان، أكتر من لون، في اللون الأسود خالص كله، وده بنقول عليه يعني بلاك كوت او فول بلاك، يعني في ده وفي ده، وفي اللون الابيض خالص تمام بنسميه الوايت جيرمان، وفي اللون تاني اللي بياخد ما بين لونين اللي هو بتلاقي السرج بتاعه اسود كبير او سرج متوسط او صغير، وتلاقي باقي الجسم نحاسي اصفر او محمر. كلب متناسق شكله وجسمه متناسق، عضلاته قوية، الجمجمة بتاعته متناسقة مع باقي الجسم، ما هيش كبيرة قوي ما هيش صغيرة قوي. العين بتاعته متوسطة ومش بارزة. الودن بتاعه المفروض ان هي بتكون منتصبة متوازية على شكل 11. الفم اللي هو البق والانف دايما بتكون لونها اسود، بدرجات الاسود، اسود فاتح شوية، اسود غامق، بس دايما لازم تبقى لونها اسود. ولو كان لون تاني غير الاسود فده بيبقى دليل ان هو مش بيور قوي. الصدر بتاعه عريض، بارز شوية لقدام، والعضلات بتاعته مش زيادة قوي. في شكلين للجيرمان شيبرد او نوعين للجيرمان شيبرد، الورك لاين والشو لاين. طيب ايه الورك لاين وايه الشو لاين وايه الفرق بين الاثنين؟ الشو لاين اللي بيبقى فيه حاجه زي الكسحه كده، بيبقى فيه ميل من ورا في عند المفصل الخلفي، ده بنسميه كسحه. الكسحه دي بيبقى الكلب منحني كده شويه من الظهر ومفرود من قدام، دي بتديله شكل جمالي حلو قوي اكتر من شكل الورك لاين. بالنسبه للسعر، ف سعر الشو لاين اكتر بكتير جدا من الورك لاين. طيب الورك لاين ايه هو؟ كلب الجيرمان شيبرد الورك لاين ده بنستخدمه اكتر في الاعمال الشاقه والحراسه ومش معنى كده ان الورك لاين هو اقل كصفات ومواصفات من الشو لاين، لا بالعكس، هو كلب ممتاز جدا، وانا شخصيا بفضل الورك لاين عن الشو لاين.
وبرضه مش معنى كده ان الشو لاين لا يصلح للحراسة او الاعمال الشاقة، لا هو بيشتغل كويس جدا 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 حراسة، يعني في نفس الصفات كطباع وصفات وكده، هما الاتنين تقريبا صفاتهم واحدة، بس الشو لاين بنستخدمه اكتر في العروض والشوهات والمسابقات وكده. حاجة تاني، ذكاء الكلب ده، الكلب ده يعتبر من اذكى انواع الكلاب على مستوى العالم، كلب ذكي جدا جدا جدا، مطيع ومخلص ووافي جدا، كلب عامل زي العجينة، تقدر تشكله في اي حاجة انت عايزها، يصلح لكل حاجة، يعني اي حاجة الكلب ده بيصلح فيها وبيأديها بكفاءة. يصح في الحراسة الخاصة وحراسة المنشآت، جاليس أطفال، إنقاذ، البحث عن المتفجرات، المخدرات، المفقودات، في عروض المسابقات وعروض الشو، أي تدريبات هتديها له هيقبلها منك بسهولة، سهل تدريبه، سهل ترويضه. ربيه هاته من هو صغير او حتى من هو كبير، هيحبك جدا. نصيحة اخيرة في الفيديو ده هقولها، لو فكرت ان انت تشتري كلب جيرمان شيبرد او اي نوع عموما، يعني النصيحة دي عامة، هات من حد يكون موثوق منه، يعني شخص يكون ثقة مشهود له بالامانة، يكون حد بيراعي ربنا، واهم حاجة لازم تشوف الاهالي، الاب الام، لان غالبا الجراوي هتطلع زيهم، فما تجيبش من اي حتة وخلاص، ما تجيبش، ما تنزلش السوق وانت مش فاهم وما عندكش معلومات وما عندكش خبرة، خد حد معاك يكون فاهم لو انت مش فاهم، لو انت لسه مبتدئ، ومهما كان الكلب اللي معاك حبه هيحبك. كده كانت كل حاجة عايز اقولها في الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون استفدتوا منه، واتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا شير وتفعلوا الجرس، ولو في اي سؤال قولوا لي في التعليقات وبإذن الله ارد عليه، والسلام عليكم ورحمة الله.